الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بينتوا باللي اليوم شاهدنا باللي كانت مقابلة في القمة ما بين فريق ثني تاع العبد وفريق ولاد عدوان، فريق من الألف، فريق من المستوى با، ما بانش الفرق، ما كانش الفرق، الجمهور كان غفير، عرس كان ممتع، عرس جيد. نشكر السلطات المحلية تاع ولاية قسنطينة على رأسهم السيد الوالي، مدير الشباب والرياضة، مدير القاعة، المسؤولين كاع اللي ساهموا في هذا المبادرة تاع النهائي. ودوك شنو نقولوا، ان شاء الله راح يكون صدر نهائيات الموسم المقبل، ان شاء الله يكونوا احسن من هذا، وراح نزوروا ولايات اخرى، راح نتصل، راح نكونوا في الجنوب ان شاء الله العام المقبل، راح تكون عندنا نهائيات ولا زوج يكونوا في الجنوب ان شاء الله برب العالمين. وان شاء الله نطلبوا صدر من المزيد باش يكون المستوى، احنا نحوسوا خاصة المستوى والصورة الحقيقية لكرة الطائرة الجزائرية، هذا هو المطلوب من الاتحادية بالنسبة لهذا الشيء. النهائي كان ممتاز بارابور شفنا للنهائية تاع الأعوام اللي فاتوا، ما يبانش الفرق ما بين فريق يلعب في المستوى ألف وفريق يلعب في المستوى اثنين با، دونك شفنا باللي كان ليكيليب توتال ما بين الفريقين، كانت شوية تاع خبرة هي اللي دارت الفرق ما بين فريق ولاد عدوان وفريق ثنية العبد. الحمد لله كنا في المستوى ووفقنا ربي وحضرنا المباراة هذه، حضرنا لها، ساكريفينا بزاف، ساكريفينا الحمد لله كيف وفقنا ربي، إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله الدوبلي إن شاء الله. نشكرهم بزاف الأنصار اللي كانوا واقفين معنا، ديما واقفين معنا داخل ولا برا، ديما واقفين معنا، نشكرهم بزاف بزاف، ونديو لهم الكاس هذا اليوم إن شاء الله. الحمد لله يا ربي وين حقنا كأس الجمهورية اليوم ضد منافس عنده إمكانيات مليحة، الحمد لله يا ربي كنا قادرين نحقوا ما خير هذا العام، كنا قادرين إن شاء الله لو دوبلي، ما كتبش ربي، الحمد لله حقنا كأس. نشكر جميع الجماهير اللي ساندونا، اللي ديبلاصاو معنا، مام ستاف تكنيك ميديكال كامل، رئيس النادي كامل، كنا يد واحدة الحمد لله يا ربي. رانا نمثلوا مدينة سطيف أحسن تمثيل، سول كلوب اللي تقدر تقول راه بكل الفروع تاعو في النهائي كاس الجمهوريه، الحمد لله يا ربي ان شاء الله العام الجاي ما خير، بوركو با نحقوا كوب دافريك ولا شامبيون ان شاء الله ولو دوبلي ان شاء الله يا ربي، الحمد لله يا ربي. في البدايه نشكر الله عز وجل اللي وفقنا باش فزنا بالمقابله هذه، ونشكر جميع من ساهم في هذا الانتاج من رئيس الفريق، ادارات، طاقم فني، طاقم طبي ولاعبين. دونك المقابله تاع اليوم كانت مقابله قويه ضد منافس لاباس به، الوصول للنهائي يكفي انه يكون الفريق جد محترم. حنا درسنا الفريق الخصم كما ينبغي نقاط القوه ونقاط الضعف تاعو، لعبنا له على نقاط الضعف تاعو، حاولنا نحبسوا نقاط القوه تاعو، كانت تحضيرات كبيره خصوصا على الجانب الذهني. دونك الفريق كان واجد، كان حاضر 100% والحمد لله. نهدي هذا الفوز لجميع سكان سطيف وسكان الخربه، ونهديها سبيسيالمون سكان بوهارون. الجماهير تاعنا كانت وراء الفريق في سراء وضراء ملي بدات السيزون، ملي بدات الموسم هما كانوا معنا، اللي نهدي لهم هذا الفوز اللي يستاهلوا اكثر واكثر واكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. لموشي عبد الملك مدرب في العارضه التقنيه تاع فريق كاستل، وصح خسرنا مباراه بصح ربحنا فريق على كل حال. اول خطره في فريق قسم وطني اول با يلحق نهائي كاس الجزائر، هذا في حد ذاته انجاز. خسرنا مع فريق يملك ترسانه تاع لي جوار وخبره، عنده مشاركه قاريه، دونك عنده اون اكسبيريونس بليس كو ليكيب تاعنا، مي الحمد لله على كل حال. المباراه كي نخسروها وتربح فريق هذا سي تناكي في حد ذاته، الحمد لله. خطره جايه ان شاء الله ولا كتب ربي.